غادرت بعثة عمرة شهر رمضان المعظم التابعة للقوات المسلحة إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة. ضمت البعثة عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها. إلى الأراضي المقدسة، إلى بيت الله الحرام، إلى مسجد رسوله الحبيب صلى الله عليه وسلم. غادرت بعثة عمرة شهر رمضان المعظم التابعة للقوات المسلحة المصرية إلى الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة، والتي ضمت عددا من القادة والضباط وضباط الصف والمتقاعدين والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة وأسرهم، وذلك استمرارا لجهود القوات المسلحة في تقديم كافة أوجه الرعاية الاجتماعية لأبنائها، حيث قامت إدارة الشؤون المعنوية بالإعداد والتجهيز الجيد لبعثة العمرة، بدءا من تسيير إجراءات السفر والإقامة والتنقلات والإعاشة اليومية بالأراضي المقدسة، وتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية للتيسير على ضيوف الرحمن. من جانبهم عبر المعتمرون عن فرحتهم العارمة وشكرهم وتقديرهم للقوات المسلحة لما تقدمه لأبنائها من دعم متواصل، داعين الله عز وجل أن يرزقهم القبول. احنا يا فندم بنشكر القوات المسلحة على ما قدمته لأبنائها من ضباط الصف وجنود العاملين المدنيين، وربنا يا رب يتجلى عمرة مقبولة بإذن الله. عشان منظمين كل الإجراءات كانت سهلة والحمد لله، وطبعا بنشكر القوات المسلحة وخصوصا الشؤون المعنوية اللي ساعدتنا ان احنا نطلع الرحلة دي. أشكر القوات المسلحة على اهتمامها بأبنائها من الضباط والعاملين وعائلاتهم وأسرهم. احنا طلعنا مرتين قبل كده والحمد لله المرة دي أفضل من كل مرة، التنسيق كويس والمقابلة كويسة، وربنا يتقبل العمرة منا ومنكم يا رب. نشكر القائمين عليه أيا كان الشركات أو إدارة الشؤون المعنوية، الزملاء الأعزاء الإداريين، حاجة محترمة. طبعا ما فيش أعظم وأحسن اللي احنا نروح عند رسول الله وندعي لرئيسك من ربنا يسر معاه ويحفظ مصر. سعيد وفخور ان انا زي ما قلت بنتمي للقوات المسلحه من اللي انا شايفه والاجراءات الميسره اللي انا شفتها. من اول لحظه فكرنا نقدم فيها ولقينا تسهيلات من كل جانب ومن كل فرد في اداره الشؤون المعنويه، بتوجه بجزيل الشكر لكل رجال القوات المسلحه الاول والاداره الشؤون المعنويه بالذات اللي ساهمت في تحقيق رغبة كنت بحلم بيها من سنين. الحمد لله الحمد لله الحمد لله.